بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اريد اسوي شوربة العدس والجزر. انا حمست البصل خليته ينحمس وضفت العدس بعد ما غسلته والجزر قطعته وراح ابدي احمس بيه شوية. طبعا ينحمس شوية قبل لا تنضاف البهارات يتقلب. شوربة كلش طيبة اطيب من شوربة المطاعم، جربتها أكثر من مرة وحبوها الولد، وهاي راح أسويها مرة ثانية. حمستها شوية هنا، حطيت نومي بصرة كسرتها وخليت، وإذا أكو مطحون عادي أحد يخلي مطحون، وأبقى أقلب بيه وأضيف الكركم هنا أو الكاري. كركم أو كاري اثنين هن عادي، بس الكاري بيه نكهة، نكهة الكاري. الكركم بس لون يطي، حبيت النكهة مالته. أقلب شوية وبعدين أجيب فلفل أسود، إذا أكو فلفل أسود عادي، وإذا أكو فلفل أحمر حار عادي هم ينحط شطة. اثنين هن نفس الشي، صار ما عندي شطة حطيت فلفل أسود، بالعكس نكهته طيبة. وشوية ملح وماي هواي، لازم ما حد يخلي ماي هواي على مود تصير الشوربة خفيفة وبنفس الوقت مستوية. حمستها شوية طلعت ريحة الحمس، هنا ضفت لها ماي، أضيف لها كمية ماي هواي كلش هواي، يعني 3/4 الجدر ماي، واتركها اتركها على نار متوسطة، مو نار لا حامية حيل حارة ولا عالية ولا ناصية، متوسطة. كل ساعة أشوفها وأحركها.